نتجه إلى المتسابق الرابع ونذهب من سوريا إلى ساحل العاج لنستمع إلى تلاوة المتسابق عبد الرحمن صو، نشاهده سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي عبد الرحمن صو من ساحل العاج، وأقرأ برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. كان هذا المتسابق عبد الرحمن صو من ساحل العاج. كلمتكم شيخنا لعبد الرحمن. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. عندك موضوع عليك أن تنتبه له، يعني كل عندك ملاحظات مجموعها ألخصه لك في مسألة: ضم الشفتين ضما معتدلا عند الواوات والضمات بس، وغير ذلك من الحروف لا تضم، لا تضم الشفتين إلا عند الواوات والضمات بس. يعني ما بصير تقول ولا نبلونكم بشيء. إيش هذا بشيء؟ إيش هذا؟ أليست ميم ساكنة هذه؟ الكاف هي المضمومة. ولا نبلونكو، كو مضمومة، كومبي بدك ترجع، مو تعمل كومبي. انتبهت؟ أصابتهم مصيبة، نفس الموضوع. أصابتهم لا تقول أصابتهم، ما تقي شفايفك هكذا. ثم إن الضم الذي تأتي به ضم مبالغ به جدا، يعني انتبه، مبالغ به جدا، خفف. وأولئك هم المفلحون، انظر المفلحون وبس، ما في داعي مفلحوا، الضغط الزايد هذا على الشفتين أكثر. مصيبة قالوا كمان، مصيبة قالوا، انظر هذه كان مهمة جدا، مصيبة تنقى ولا تقول مصيبة تنقى، لا تترك شفتيك مضمومتين وأنت تنطق نون مخفى، نون المخفى ساكنة، من أين يأتيها الضم؟ فهمت علي يا ابني؟ بارك الله فيك وفيك بارك شيخنا الكريم. شكرا لك أخي عبد الرحمن صو من ساحل العاج.